الحاجات اللي كنت بقول لكم عليها امبارح حاجه غريبه جدا. المنتجات هنا كلها تركي، يعني المحل ده عامه بيبقى عامل زي كده، محل رخيص ده اللي هو الحاجات دي في العالم كله، في مصر، في امريكا، في السعوديه، في الدنيا كلها، الحاجات دي كلها بتبقى صيني الا تركيا. اول مره ادخل الاقي بلد عندها اكتفاء ذاتي بطريقه مش طبيعيه. كل حاجه، بص، الكلام مكتوب بالتركي بالتركي بالتركي، ده مش حاجات مستورده، ده كل دي منتجات تركي. تيجي تخش على الحاجات الصيني تركي، كل الفناجيل والحاجات دي تركي، كل ده تركي. بص الكوبايات، الحاجات دي كلها منتجات تركي، المعالق منتجات تركي ونازله عليها بالليره وبتاع، كل ده منتج تركي. فانت بتتكلم في دوله بتوصل اللبن والجبنه بتاعتها للصين، دوله الصين عامله لها الف حساب لان ما بيستخدموش منتجات صيني. امريكا مش كده، السعوديه مش كده، والامارات مش كده، واول مره اشوف دوله بالمنظر ده. يعني تخش كده تلاقي حرفيا الحاجات دي كلها عامه ما بتبقى صيني يعني، انما هنا لا، المنتج ده تركي، والمنتج التركي احسن من المنتج الصيني. يعني عندها دوله ما شاء الله حاجه غريبه جدا، كل ده المفروض يبقى صيني، لا تركي. الحاجات دي اللي هي الشاندليرز او اسمها ايه، النجف، النجف تركي. الحاجات دي كلها، بص المنظر، كل ده تركي. بص الحاجات دي في الدنيا كلها صيني الا هنا تركيا. بص تركي، بص مكتوب تحت تركيا تركي. انا اول مره في حياتي اشوف دوله كده. امريكا بجلاله قدرها ما تقدرش تعمل ده، ازاي الاتراك عملوا دي؟ بص البرادات دي كلها تركي. تمسك البراد كده حضرتك، طبعا انا ماسك التليفون، كل ده تركي، كل دي صناعه تركي، والمنتج التركي احسن بكتير من المنتج الصيني تركي. فانا مستغرب، انا من ساعه ما جيت وانا مستغرب الحلل والتيفال والكلام ده كله. مفيش حاجه اسمها فرنساوي، مفيش حاجه اسمها الماني، ده منتج تركي تقيل، الحله تقيله دي اللي هي اسمها ايه، مش فخار، اللي هي الجرانيت. بص المنظر، بص الكلمه عامله ازاي، شايف؟ ميد ان تركي، متخيل؟ ميد ان تركي، تقيله. المنتج احسن من التيفال واحسن من الصيني، احسن من الفرنساوي واحسن من الصيني. كل اللي انت شايفه ده تركي، يعني الحاله دي ب 105 ليره مثلا، تقيله جدا على فكره، واخد بالك؟ وجوده كويسه جدا، احسن من الصيني، وتعتبر تيفال. اللعب دي كلها تركي، انت متخيل لعب قد ايه تركي؟ بص كل ده منتج تركي، بص المنظر ده، بص ده. فانا عمري ما دخلت دوله في الدنيا بالمنظر ده. ازاي عملوها الاتراك؟ ازاي الصين ما عرفتش تسيطر عليهم زي ما سيطرت على العالم كله؟ انا مش فاهم. خلينا نشوف الكوبايات، شفناها تمام، الكتب والكراريس، الحاجات دي كلها دايما ما بتبقى صيني. بص المنتجات، فالمنتج التركي ارخص تمام. هننزل تحت المحل ده، 3 ادوار يعني ما شاء الله، تحت فيه المنظفات والحاجات دي كلها. بص المنظر، حواليك منظر غريب جدا. بص كل الانواع بتاعه المنظفات والشامبوهات والكلور والغسيل والترابيزات والكراسي. بص المنظر، البلاستيكات، الطشت، الجزم، الشباشب، المناديل بتاعه التواليت. بص المنظر عامل ازاي ولا لا، انا اول مره اشوف كده، فدي حاجه غريبه جدا. يعني بص حتى مناشر الغسيل، المناشر، المب بتاع الشرشوبه بتاعت الارض، الحاجات دي كلها طول عمرها في الدنيا كلها صيني. ازاي الاقي الحاجات دي تركي؟ انا مستغرب. فازاي الاتراك عملوها؟ مش عارف. ابص الاطباق، كل ده تركي. بص تيجي الحاجات بتاعت مستحضرات التجميل والبرفانات، بص الكريمات، بص الميك اب، الصبغات. انت متخيل محل زي كده؟ انت عارف محل زي كده ما فيهوش ولا منتج صيني؟ يعني ايه؟ يعني الدوله دي مش دوله طبيعيه. انا في حياتي، انا دخلت طبعا لفيت نص الدنيا، دول كبيره جدا، الفويل، الحاجات بتاعه الاكل والتنظيف والكلام ده كله، ورق الزباله، كله تركي. المجات، المجات في الدنيا كلها صيني.
انا مش قادر اقرا تركي. فدي حاجه انا اول مره اشوفها، دي حاجه غريبه، حتى اللزق والكلام ده كله، فاهم ازاي؟ ربنا يعزكم. الحاجات بتاع تنظيف الاحذيه، اللمض، اللمبات، ال 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 المشترك يا جماعه، المشترك ده تركي مش صيني، ده انا سونيك. خلينا نقلب نشوف مصنوع فين، مصنوع فين اهو، اهي كلمه منوره الدنيا. انا عمري ما شفت بلد كده ميدن تركي. بص الفيش اللي هو العالم كله بيجيب الحاجات دي من الصين ارخص، ازاي قدرت تركيا تعمل ده؟ مش هقول لك بقى اردوغان ولا الشعب التركي ولا بتاع، ازاي البلد دي قدرت تعمل ده؟ اللعب دي عمرها ما تيجي من يعني حاجه يعني انا مستغرب، ده لسه في دور فوق تالت، فاهم ازاي؟ الحاجات بتاعت الحمام يعني دي بتاعت الشاور دي حنفيات. بص الحنفيه ب 12 ليره، تقيله على فكره، تقيله، واخد بالك؟ منتج، بص المنظر تركي. انا عمري ما شفت دوله كده وتقول لي ده الناس دي عندها اكتفاء ذاتي مش طبيعي، بقول لك بيصدروا للصين، يعني البلد الوحيده اللي بتعمل بيزنس على الصين. تعالى بقى نشوف الدور اللي فوق. يعني المفروض دي مثلا ميدن شاينا ولا حاجه، دي ميدن شاينا، لا تقلبها تلاقيها تركي. انا اطلع في الدور اللي فوق، ابص المحل عامل ازاي. محل ثلاث ادوار، الدور اللي تحت الارض عباره عن منظفات وحاجات كده وصابون وبتاع، الدور اللي في نص الكوبايات وادوات مطبخ وحاجات كده، هنا بلاستيكات وقماش. وبص المنظر، اديني عقلك يعني، اديني عقلك، ايه ده؟ طيب دي عامة ما بتبقى صيني في الدنيا كلها، 9 ليرة، اي حاجة الاقي، اي حاجة ميدن شاينا يعني، الاقي اي حاجة ميدن شاينا، مفيش، مش لاقي حاجة خالص، كل الحاجات دي بتبقى دايما في الدنيا كلها صيني. ميدن شاينا، الحمد لله لقينا عندهم حاجة من الصين. ازاي قدروا يوصلوا لده؟ انا مش فاهم، بدور على اي حاجه ميدن شاينا. طب نشوف ده، مش مكتوب حاجه، مش مكتوب عليها حاجه. نشوف اي منتج صيني تاني. طيب كل دي حاجات تركي طبعا، السجاجيد والكلام ده كل ده تركي. طب البوكسرات بتاعت الاطفال ايه؟ اسطنبول، ميدن تركي، حاجات جن، ملابس الستات الداخلية، والمنتج التركي أحسن من المنتج الصيني. بص المنظر، دي مفارش دي وبالمتر، أنت متخيل؟ في كل دول العالم نشوف حاجة زي كده. مثلا ده إيه ده؟ تعال نشوف إيه ده، تركي، ميد ان تركي. بص المنظر، حاجه زي كده في العالم كله بتبقى صيني يعني، تركي، ميد ان تركي. شوف انا مستغرب جدا، انا مستغرب جدا ازاي قدروا يعملوا الصناعات دي كلها وبيصدروا اللبن والجبنه بتاعتهم للصين. ده لسه في فوق تاني، يا ده كل ده محل واحد. والحزمه، حزمه في العالم كلها برضه ميد ان شاينا، ورينا الدنيا ايه هنا، مكتوب بالتركي طبعا، فهو انت بتتكلم في ايه؟ مكتوب بالتركي، اكيد الصين مش هتنزل حاجه مكتوب عليها بالتركي يعني. النجف، ال 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 البراويز، انا اول مره اشوف حاجه كده في حياتي. واحد لف الدنيا وعاش في مصر 20 سنة وفي أمريكا 20 سنة ولف الكرة الأرضية كلها، المحلات دي كلها بتبقى عبارة عن منفذ لبيع منتجات صيني، إلا هنا في تركيا كله تركي. أنا بسأله على الساعة دي، بقول له الساعة دي أصل مكتوب عليها كوارتز، فبقول له هي تركية ولا صيني؟ بيقول لي تركي. تركي؟ تركي. This is no no Chinese right؟ It's Turkish right؟ واو، قول له تركي، قول له كل تركي.
نو تشاينيز. يلا طقم الحلل ب 30 ليره واللي ما يشتري يتفرج. دول حلتين جوا بعض. لا دي حله وفيها الماسته بتاعت القلايه دي بتاعت البطاطس. وكل منتج تركي وترك. المنتج التركي احسن مليون مره من المنتج الصيني واتقل منه وعظمه. وانا مش عارف هم بصراحه عملوها ازاي. انا مش عارف البلد دي قدرت تعملها ازاي بصراحه. برافو عليهم. ما اقدرش اقول غير ما شاء الله وبرافو عليهم. انا بقى اقول لك هم ازاي بقوا كده. مرتباتهم ضعيفه زي المرتبات المصريه. طب ما احنا في مصر كمان مرتباتنا ضعيفه. بس هو اعتمد على الاقتصاد المحلي. اعتمد على انه يشغل ولاد البلد ويعمل اكتفاء ذاتي وما يستوردش، بل بالعكس يصدر والمنتج بتاعه يبقى بجودة اعلى من المنتج الصيني. طب احنا ما عملناش كده ليه؟ العيب مش في المصريين، العيب في الاداره.